لقاءات روسية مكثفة مع أطراف النزاع اليمنية. ما الذي يريده الروس في اليمن وما سر الاهتمام المتأخر؟ هل هناك رؤية للأزمة في اليمن أم أنها تبحث عن دور جديد في المنطقة؟ أهلا بكم. تحت لافتة إنهاء الأزمة، تشهد ساحة اليمنية تحركا روسيا للقاء ممثلين للشرعية اليمنية ولكيانات سياسية وفصائل مسلحة. دور الوسيط الذي يلعبه الروسيون وإيجاد تفاهمات جديدة مع جميع القوى السياسية يأتي في سياق تأكيدهم أن الطريق العسكري للصراع لا يؤدي بالتأكيد إلا إلى معاناة السكان التي لا يمكن تصورها. يتساءل مراقبون، هل هذه التحركات لها علاقة باستلام روسيا رئاسة مجلس الأمن الأسبوع القادم؟ هل يشكل التحرك الروسي الفرصة الأخيرة للشرعية لتتدارك نفسها؟ وهل بات اليمن يشكل ملفا حاضرا في أجندات موسكو؟ أم أنها لا تزال مجرد ورقة في أزمة الشرق الأوسط؟ ما هي إمكانيات الضغط الروسي على الفصائل المسلحة في اليمن للوصول لسلام دائم؟ وما هي الضمانات لأي اتفاق سلام؟ هل ستنجح روسيا فيما فشلت فيه الأمم المتحدة؟ أم أن كل ذلك مجرد محاولة لرفع يد أمريكا من الملف اليمني؟ روسيا على بوابة الأزمة اليمنية، لقاءات مكثفة يجريها مسؤولون روس مع عدد من الأطراف اليمنية في عواصم عربية، ما يشير إلى أن الدور الروسي الذي بقي هامشيا خلال المرحلة الماضية في طريقه ليصبح واحدا من أبرز الأدوار المؤثرة على المشهد اليمني بحسب مراقبين. نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بلاده للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف التقى فريقا من المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات من المؤتمر الشعبي العام، بالإضافة إلى مسؤولين إماراتيين في أبوظبي، كما التقى في عمان وفدا من ميليشيا الحوثي. وفي الرياض يلتقي نائب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية مع سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن. تقول روسيا إنها تسعى للتوصل إلى حل توافقي للأزمة اليمنية عبر استغلال علاقتها الجيدة مع مختلف الأطراف. هذا التحرك اللافت من جانب موسكو يأتي إثر المصادمات الأخيرة في عدن بين المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال والحكومة اليمنية. الأيام الماضية التقى الروس بالحوثيين، التقوا بالانتقالي وقبلهم بالحكومة، وكل طرف يسمع منهم كلاما جيدا. طبعا روسيا هي حاولت في أكثر من مرة أن تحاول أن يكون لها دور في الملف اليمني، ولكن خلينا نعتبرها دور قليل التكاليف. هي لا تحاول، يعني هي تنظر اليمن من ناحية دورها في المنطقة، لأنه تعاظم دورها في المنطقة تحديدا بعد الملف السوري، وهناك تراجع واضح
لدور الولايات المتحدة، ويقتصر بتركيز دور الولايات المتحدة على حماية مصالح حلفائها في المنطقة. طبعا الجمهورية اليمنية تاريخيا هي أقرب للولايات المتحدة منها لروسيا، رغم نعم أنه مبيع يعني مشتريات السلاح حتى الجيش اليمني معظمه يأتي من روسيا، لكن على المستوى السياسي اليمن تعتبر أقرب للولايات المتحدة. وحتى هذه اللحظة حقيقة من يعطي غطاء ودعم كبير للولايات المتحدة للحكومة اليمنية الشرعية هي الولايات المتحدة، متمثلة كونها تعتبر علاقتها مع المملكة العربية السعودية علاقة استراتيجية. روسيا حقيقة يعني دورها هي تلعب على المتناقضات في كثير من نعم الأحيان. أنا شخصيا ذهبت إلى روسيا في زيارة في العام 2017. كانت هناك محاولة من روسيا وقتها لاستضافة محادثات السلام، في حينها رفضتها المملكة العربية السعودية كون أنها شعرت أن الأجندة لم تكن واضحة، والروس بشكل عام منفتحين على الحوثيين أكثر بكثير من الولايات المتحدة، وحتى بريطانيا، وحتى إذا أردت الاتحاد الأوروبي. نعم، ربما يعني فلذلك بما هم يشكله يحاولون. الحوثيون من علاقة مع إيران، ونعلم تماما يعني العلاقة بين روسيا وإيران. طيب يعني نريد أن نفهم أستاذ برا، مع من تقف روسيا؟ يعني عمليا هي موقفها غير واضح، هي مع الجميع وليست ضد أحد. ربما يعني في 2015 أبقت يعني القائم بأعمال في سوريا. فسياستها تنطلق من فكرة أنها ممكن أن تلعب على المتناقضات والفراغ الذي تتركه الولايات المتحدة، وتثبت قدر الإمكان خصوصا للأنظمة العربية أنها قد تكون حليف أفضل من الولايات المتحدة. دورها يعتبر مناقض، يعني تحاول قدر الإمكان أن تناقض وتضاهي الولايات المتحدة في كثير من الملفات من الناحية الدبلوماسية، يعني هي لن تصطدم مع الولايات المتحدة في ملفات حقيقية، ولكن يأتي دورها في اليمن في اللحظة مثلا الذي تؤكد الولايات المتحدة على وحدة واستقرار اليمن، تذهب لتلتقي مع المجلس الانتقالي ولا تعطي إشارات واضحة. طبعا الدور الروسي هو سيستمر، لكن لا يستطيع أن يتجاوز كثير من الحدود، لأن روسيا مثقلة بملفات اقتصادية كبيرة، أهمها الملف السوري، ولعب دور أكبر من حجمها في دولة أخرى يجعلها مباشرة تتحمل التبعات. وهذه يبدو النقطة الأساسية التي لا يستوعبها المجلس الانتقالي،
والمتحمسين والمتعصبين مع المجلس الانتقالي، أن المجتمع الدولي لا تريد أي دولة أن تتحمل تبعات مغامراتهم في اليمن. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ براء أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. إذا من خلال متابعتك للمواقف الروسية الأخيرة ولقاءاتها بجميع الأطراف، كيف تقيم تلك المواقف دكتور علي؟ القضية اليمنية لم تعد قضية محلية ولم تعد قضية إقليمية، بل أصبح لها أبعاد دولية. روسيا من موقعها أيضا كدولة كبرى وموقعها أيضا كعضو دائم في مجلس الأمن، وبالمناسبة هي ترأس مجلس الأمن بداية من هذا الشهر، لم يعد بإمكانها تجاهل الأزمة اليمنية، لم يعد بإمكانها الوقوف عن بعد وانتظار ما يحدث في اليمن. أما روسيا الآن تحاول أن تكون عنصرا فاعلا في القضية اليمنية، تحاول أن تصبح، لا نريد أن نقول وسيطا، ولكن أيضا جزء من الدول التي تحدد مصير اليمن وتساهم في تشكيل مستقبله، ولذلك هي تتحرك في هذا الاتجاه. لقاءاتها مع الأطراف المختلفة هي بالطبع من 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 واقع الوقائع على الارض، يعني هناك مجلس انتقالي مسيطر على جزء كبير، لديه قوات مسيطر على العاصمه المؤقته عدن. فمن زاويه روسيا التي تريد ان تبحث وتتحدث مع جميع الاطراف وان تكون مؤثره في الموقف بشكل عام في اليمن، فهي لابد ان تتحدث مع كل الاطراف، سواء كان المجلس الانتقالي الحوثيين او اي اطراف اخرى. هذا لا يعد اعترافا، هذا لا يعد اعترافا بدورها او اعترافا رسميا بدورها، ولكنها تتحدث. انت بامكانك تتحدث مع جماعات متمرده او جماعات خارج الدوله ما دامت لها سلطه ونفوذ على ارض الواقع، وانت من اجل ان تكون مؤثرا يجب عليك ان تتحدث مع هذه الاطراف. روسيا من هذا المنطلق تتحدث مع الاطراف اليمنيه، روسيا تريد ان تلعب دورا في اليمن. يجب ان نتجاهل العلاقه التاريخيه بين روسيا وبين اليمن بشطره سابقا. روسيا او الاتحاد السوفيتي التي ورثت روسيا ورثته روسيا كان لها علاقات جيده مع الشطرين، كان لها علاقات تحالف قويه جدا مع اليمن الجنوبي ومع النظام الاشتراكي في اليمن الجنوبي، وكان ايضا لها علاقات جيده ايضا مع الحكومه والنظام في شمال اليمن. وبالتالي الحضور الروسي في اليمن ليس جديدا وليس حديثا، واعتقد ان الروس يحاولون احياء هذا الدور بشكل اكثر كثافه، وان يكونوا عنصرا مهما او ان يصبحوا ذا قرار في الازمه اليمنيه. نعم. اذا ما رايك استاذ براء، هل يمكن ان تعمل روسيا مع الانتقالي وتدعمه لاستقلال الجنوب بحكم العلاقه التي كانت قائمه بين الجنوب وروسيا، يعني خاصة أنه كان الجنوب نظام ماركسي موالي للسوفيت منذ استقلاله عن بريطانيا وحتى الوحدة؟ لا، فهم العلاقة الروسية مع المنطقة يجب أن يعني الذي يريد أن يفهمها يحاول أن يفهمها من مقاربتين أساسيتين. الملف الأول هو الدول تحكم بالمصالح، لا تحكم من ناحية الأيديولوجية، وأن هذا كان نظام ماركسي أو غير ماركسي. إلى الآن بشكل واضح المصلحة في إذا ما استقرت اليمن ستكون مع الحكومة الشرعية، هذا لا يعني أنها تحاول أن تكون مع علاقة جيدة مع كل الأطراف، لكن بالتأكيد كمصالح هي لا زالت مع الحكومة الشرعية. وإذا انطلقنا من هذه النقطة سننطلق إلى البعد الإقليمي. الحكومة اليمنية استطاعت أن تعيد حضورها إلى حد ما، السبب الرئيسي عشان نكون صادقين المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية قدمت دعم كبير وغطاء دبلوماسي هائل للحكومة الشرعية، مكنها من أن تستفرد بالحق الحصري بأن تكون ممثلة للشعب اليمني على كل الأروقة الدولية، رغم الصعوبات الكبيرة التي لاقتها الحكومة اليمنية تحديدا في العام 2015. روسيا لن تحاول أن تتجاوز هذه العقبة الأساسية، كون أنها تربطها مصالح اقتصادية هائلة مع المملكة العربية السعودية. الاثنين تربطهم مصالح نفطية، وهم يتفقوا على ملفات هائلة فيما يتعلق بضبط أسعار السوق العالمية من ناحية النفط.
هذه كلها يجب ان تكون ضمن الاعتبار عندما يعني نريد ان نفهم العلاقه الروسيه. لكن هي بنفس الوقت تبحث عن دور، وهذا الدور بعض الاحيان قد لا يكون مكلفا، يعني لن يكلف روسيا شيء انها ترتقي بمجلس الانتقالي الجنوبي وتذهب الى مجلس الامن وتقول انا تربطني علاقه جيده مع مجلس الانتقالي الجنوبي استقبلهم، بينما انتم عواصمكم لا تستقبل احدا مثلا. ايضا روسيا مثل ما انت ذكرتي هي التي ابقت بعثتها والقائم بالاعمال موجود داخل صنعاء، بينما غادرت كل البعثات الدبلوماسيه. فهذا الدور هي تستفيد من تراجع دور الولايات المتحده بشكل عام، تراجع الدور الاوروبي وضعف قدره الامم المتحده بحل الازمه اليمنيه، بحيث انها تلعب في هذا في هذه في هذه المساحه. هل سيذهب الى حد الاعتراف؟ انا شخصيا استبعدها تماما بسبب بسيط. جنوب اليمن لم يعد يمثل لروسيا ذلك العمق الكبير، لا تزال الدول المحيطه باليمن تهتم بالملف اليمني اكثر من روسيا. ربما يعني اذا رفعت الدول الاقليميه الغطاء تماما عن اليمن وتركت اليمنيين، ربما قد تبحث روسيا عن دور، لكن ليس في هذه المرحله. نعم، اذا دكتور علي، يعني هل تنظر روسيا لليمن كمنطقه نفوذ امريكي خالص بحكم علاقه السعوديه بامريكا، ام انها تنافس الان، خاصه كما يرى ضيفي عبر سكايب الاستاذ البراء، بان ضعف الموقف الامريكي قد يتيح فرصه للظهور الروسي بقوة؟ أول نقطتين، روسيا الآن في الفترة الأخيرة تبدو أو تسعى لأن تصبح المنافسة أو الند بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. هناك صراع أمريكي روسي خفي الآن، ربما يعني صراع سياسي وصراع عسكري أيضا. الولايات المتحدة الأمريكية ألغت اتفاقية نشر الأسلحة التكتيكية النووية المتوسطة وبدأت برامج تسليح في الفضاء، وروسيا الان تحاول مجاراتها. هناك نوع سنشط في القريب العاجل في القريب اتفاق تصالح اخر كما شاهدنا في الثمانينات بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده الامريكيه. في اليمن امريكا ليست متراجعه، امريكا تعتبر اليمن ملفا امنيا قبل ان يكون ملفا سياسيا. امريكا تتعامل مع اليمن كقضيه ارهاب وكقضيه امنيه، ولذلك المسؤول عن ملف اليمن في الاداره الامريكيه ليس وزاره الخارجيه الامريكيه بقدر ما هو مسؤول المخابرات المركزيه والقياده المركزيه للقوات المسلحه الامريكيه للجيش الامريكي. ولذلك كنا نرى المسؤولين الامريكيين الذين يزوروا اليمن يا اما كان ضباط مخابرات او ضباط عسكريين من المنطقه المركزيه. روسيا تحاول ايضا بسط نفوذها ليس بالضد من النفوذ الامريكي، ولكن بسط نفوذها كقوه دوليه اخرى، كقوه فرس الاتحاد السوفيتي السابق، ونشاهد ذلك في اكثر من قضيه واكثر من موضوع، سواء كان في اوكرانيا، في سوريا، في ليبيا، في اماكن اخرى. ليس مرتبطا بمدى قوه النفوذ الامريكي من عدمه بقدر ما ان روسيا الان تحاول ايضا لعب دور القوه الدوليه التي تتدخل وتحل الاشكاليات. روسيا تتفاخر مثلا بانها وقفت الحرب في سوريا. روسيا تتفاخر ايضا بانها استطاعت حل ازمات لم تستطع الولايات المتحده الامريكيه ان تحلها، قضت على داعش في سوريا وساهمت في القضاء عليه في شمال العراق. روسيا الان ترى نفسها كقوه دوليه ترث الاتحاد السوفيتي وتحاول ان تبسط نفوذها. لا اعتقد ان اليمن ايضا هو ضمن الملفات المهمه التي ربما التفتت اليها روسيا في الفتره الاخيره. روسيا تركت المساله باعتبار ان المساله كانت اقليميه، يعني باعتبار الموضوع اقليمي، وكان هناك تدخل سعودي ومن الدول العربية أيضا في الموضوع. أمريكا وقفت وراء السعودية ولم تتدخل بشكل مباشر أمام منظر العالم، ولذلك روسيا ربما لم تكن مساهمة بشكل قوي، تركت المسألة للقوى الإقليمية. لكن الآن بعد أن تفاقم الموضوع تحول الموضوع إلى نزاع أقرب ما يكون إلى الدولي، نزاع إنساني. أصبحت هناك الأزمة تعقدت أكثر ووصلت إلى مراحل تهدد بتشظي دولة مهمة مثل اليمن في موقع مهم مثل اليمن. لم يعد بامكان روسيا الصمت او التوقف ومجرد ان تصبح متفرجا على هذه المنطقه. الان بادرت هي، هذه مبادره روسيه، وبادرت هي واصبحت في وتريد ان تصبح عنصرا
مؤثرا في القرار، واعتقد انها ستسعى في الفتره المقبله ايضا على ان تتدخل بشكل اكبر في القضيه اليمنيه في النزاع اليمني. ما هي الطرق التي يمكن تتدخل فيها؟ هناك طرق كثيره، اعتقد حتى الان طرق دبلوماسيه سياسيه عن طريق عبئه في مجلس الامن ونفوذها لدى الدول الاقليميه ونفوذها على 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 ارض الواقع في اليمن، ولكن ايضا ربما قد تصبح ايضا تدخلا عسكريا في المدى ربما ليس القريب ولكن على المدى الطويل. اذا ما حصل هناك يعني تدخل دولي لوقف الحرب او نشر قوات او شيء من هذا القبيل، اعتقد ان روسيا سيكون لها يد في هذا الموضوع. نعم، هل تعتقد ان يعني موقف روسيا منسجم مع التحالف الاقليمي والدولي بين روسيا وايران وبالتالي الحوثيين، سوريا عفوا ايران وبالتالي الحوثيين، ام ان للروس حساباتهم الخاصه والمختلفه عن الاقليم في اليمن؟ من الصعب اولا ان نتحدث عن تحالف روسي ايراني، هناك علاقات متميزه بين روسيا وايران. روسيا ربما تنتقد الموقف الامريكي والموقف الغربي من ايران، ولكنها ليست في مرحله تحالف انها متحالفه مع ايران، لا على الساحه على لا على موضوع البرنامج النووي الايراني وليس ايضا في مجال اليمن. روسيا تتعامل من منطلق مصالحها الخاصه ومنطلق سعيها كما قلت الى ان تصبح قوه دوليه موازنه للولايات المتحده الامريكيه، ولذلك هي تتحرك من هذا المنطلق. لا يوجد هناك تحالف حقيقي اعتقد ربما مع ايران ولا تحالف مع اي قوه اقليميه. ايضا روسيا مستقله تماما في هذا الموضوع، روسيا تتحرك باستقلال تام عن جميع القوى الاقليميه في المنطقه، لا ايران ولا السعوديه ولا اي دوله اخرى. إيران ربما الولايات المتحده الامريكيه لديها مصالح كبيره جدا مع السعوديه ومع الامارات، لا تريد المخاطره بها او تريد الاحتفاظ عليها، لكن ايضا القوى الغربيه الاخرى لا ترغب في اغضاب السعوديه او الامارات، ان لديها مصالح اقتصاديه كبيره معها، ولذلك تتجنب انتقاد السعوديه وانتقاد الامارات فيما يحصل في اليمن. روسيا ليست من ذلك. نعم، ومع ذلك هي انتقدت الامارات في الضربه الاخيره، يعني هي الوحيده التي ادانت حادثه قصف الامارات على الجيش، وبرايك هل هذا دعم للشرعيه بشكل اوضح ام انه مجرد تسجيل نقطه على حساب الدور الامريكي؟ القضيه كانت تحتاج فعلا الى موقف دولي، يعني لا اعتقد الموقف الروسي هو الموقف الدولي المعقول الوحيد والمنتظر والمتوقع، يعني هناك دوله أجنبية قصفت جيش دولة أخرى في على أراضيها. أعتقد الموقف الروسي ينسجم مع الموقف الدولي، ينسجم مع أي رد فعل عقلاني أو متوقع من أي من دولة كبرى في المجتمع الدولي. المستغرب هو أن الدول الأخرى لم تتحدث، المستغرب أن دول مثل روسيا مثل فرنسا وألمانيا أو بريطانيا أدعين من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها في تحالف قوي مع السعودية ومع الإمارات، لكن الدول الأوروبية الأخرى لم تنتقد هذا الحدث على الرغم من شناعته وعلى الرغم من اختراق نعم. من انه يعتبر اختراق للقانون الدولي. اما روسيا كما ذكرت هي متحلله تماما من هذه الدول، لديها مصالح ولديها خشيه من هذه المصالح، المواقف هذه تشترى من قبل دول الخليج. الصمت الاوروبي يشترى من قبل السعوديه والامارات في موضوع حرب اليمن. روسيا ليست لديها هذه، روسيا دوله مستقله، روسيا لا توجد استثمارات ضخمه للسعوديه والامارات في روسيا.
في هذه الملفات، وجود دول أخرى للدخول في خط الأزمة اليمنية، أنه كلما يتأخر الجانب اليمني عدم قدرته لحسم الملفات تترك مساحة للملف أنه يدور أكثر. التدليل هذا أنا بشرحه لكم ببساطة، دائما يعتبر الملف اليمني مساحة، ليس فقط الملف اليمني، أي دولة فيها صراع ولا يستطيع أن تحسمها والدولة تدير القضية، ينظر لها المجتمع الدولي كمساحة نفوذ وكيف يستطيع أن يقسم نفوذه في هذه المنطقة. والملف اليمني إذا تم تدويله أكثر سندخل في هذه المعمعة. إلى هذه اللحظة الميزة لدى الملف اليمني أننا لا زلنا ننطلق من مرجعيات، إذا المرجعيات الثلاثة التي هي مختلفة كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لا يقر أن هذه المنطلقات التي يجب أن ينطلق عليها أو يستند عليها الحل اليمني. أي أن نحن ممكن أن نعيد الملف إلى الداخل ونتجنب إلى قدر ما، ليس 100%، إلى حد كبير التدويل. إذا كلما نتأخر مثل ما حصل مثلا في سوريا، أصبح الملف تدويل ما بين إيران وتركيا وروسيا، وقدرة كل طرف ودولة على أنها يعني يكون لها نفوذ أكثر من الدول. ومن هذا المنظور تنظر روسيا إلى الملف اليمني، هل هناك فرصة للتدويل؟ إذا هل سأتمكن من أن أحصل على مساحة للنفوذ إذا ما تمت تدويل القضية اليمنية أم لا؟ نعم، يعني بالنسبة للإدانة التي أدانت بها الإمارات، هل تقرأ في سياق استلام الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الأسبوع المقبل بأنها تحاول أن تضع يعني لها دور وأن تحرك الملف اليمني، خصوصا بعد اتهام مندوب اليمن للإمارات برعاية التمرد في اليمن؟ في السنوات الأخيرة أصبحت واحدة من الجهات الفاعلة الرئيسية، وبدون روسيا من المستحيل حل مشكلة أمنية إقليمية رئيسية بدون روسيا. الكثير من المراقبين اليوم والباحثين يقارن بنتائج تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العراق في عام 2003 ونتائج العملية الروسية في سوريا. ألو، نعم، استمع إليك، تفضل.
ايضا انتصارات موسكو مثلا اليوم في كثير من الملفات يقرا بحسب مراقبين في سياق فشل الولايات المتحده في العراق، خصوصا خلال سنوات اداره الرئيس اوباما، وكذلك انسحاب الولايات المتحده بشكل تدريجي وما خلفت هذا الانسحاب من فراغ جيوستراتيجي. ببساطه استطاعت روسيا ان تملا هذا الفراغ بسرعه وبدون تكاليف باهظه. إضافة إلى أن الكريملين تغلب على منافسيه الغربيين، نستطيع القول أن روسيا تغلبت على منافسيها الغربيين بسبب أولا المستوى العالي لدعم الخبراء لسياسة في الشرق الأوسط، إضافة إلى اعتماد القيادة الروسية على مجموعة من المحترفين للغاية من المستشرقين الذين يعرفون المنطقة ويعرفونها جيدا. كذلك اتساق وسلاسة السياسة الروسية الخارجية، إذ أن روسيا بقدر ما تحترم شركائها أيضا هي تحترم خصومها في المنطقة. التفسير الآخر لنجاح روسيا أيضا أنه على عكس اللاعبين الدوليين ذوي النفوذ في المنطقة، تمكنت روسيا من الحفاظ على علاقات بناء مع جميع الأطراف النزاع في الشرق الأوسط. على سبيل المثال الإسرائيليين والفلسطينيين، كذلك السنة والشيعة، الأتراك والأكراد، إيران والممالك العربية في الخليج. لذلك نستطيع القول أن موسكو تستطيع أن تلعب دور الوسيط الأمين في المنطقة. نعم، إذا كثير يرون أن الدور الأمريكي دور سلبي في اليمن ومتماهي مع مصالح الدول الإقليمية، هل ترى أنه يمكن للدور الروسي أن يغير شكل المعادلة الدولية في اليمن بما يخدم القضية اليمنية؟ إذا ما نظرنا للدور الروسي في الأزمة اليمنية، أولا منذ بداية الأزمة اليمنية اتخذت موسكو إلى حد بعيد موقف الحياد من جميع أطراف النزاع، وظلت اتصالاتها مع المتواصلة مع السلطات الشرعية برئاسة الرئيس هادي، إضافة إلى الاتصالات السابقة التي كانت مع الرئيس مع الرئيس السابق صالح، ثم أن روسيا ظلت اللاعب الرئيس الذي ظل ايضا مع انعقاد الدوره 74 للجمعيه العامه للامم المتحده، وكذلك المستوى الدولي الرفيع المستوى الذي يحضره قاده العالم. كذلك الدور الروسي يجب ان في اليمن يجب ان يفند ببعدين، اولا ان موسكو تدرك ان اي دور لها يقود الى عمليه السلام في اليمن، هذا سيعزز من موقف روسيا في اليمن، البلد الذي كان يعتبر مركزا استراتيجيا بالنسبه لها ايام الاتحاد السوفيتي، اضافه الى انه يمكن ان يعطيها الحل هذا في اليمن رافعه للتاثير الروسي على العلاقات السعوديه الروسيه في سوق الطاقه، كذلك لا ننسى ان هناك زياره مرتقبه خلال الشهر القادم او خلال الاشهر القادمه سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الرياض.
نعم، برأيك كيف يمكن أن تستفيد الحكومة الشرعية من هذا الحضور الروسي؟ يعني كيف يمكن لهم أن يستغلوا تقاطع المصالح الدولية لصالح القضية اليمنية في مثل هذا الوضع؟ تتسم السياسة الروسية أنها تحترم لا تخرب أول وفق تعتمد من سياستها على احترام القانون الدولي. روسيا معترفة بالشرعية، إضافة إلى أن هناك سفارة روسيا في الرياض، وهناك لقاءات مع السفير الروسي في اليمن ولقاء نائب وزير الخارجية اليمني. أعتقد روسيا تنطلق في كثير من، حتى إذا عندما تدخلت في روسيا في سوريا تدخلت من أجل الحفاظ على النظام الشرعي في سوريا. أعتقد الحكومة الشرعية بإمكانها أن تستفيد من روسيا، خصوصا أن روسيا اليوم هي الفاعل الأبرز والمهم في المنطقة، إضافة إلى أن روسيا اليوم الموقف الروسي من المنطقة بشكل عام والمشاكل التي تعصف بالشرق الأوسط يتبنى دائما طرح رؤية في إنشاء نظام أمن جماعي إقليمي، باعتبار أن هذه الرؤية تمثل حلا شاملا لمشاكل الشرق الأوسط، وهي تتعامل مع الملف اليمني وفق هذه الرؤية. أيضا أنه كان روسيا تنظر إلى أنه أي اضطرابات في هذه المنطقة في منطقة الشرق الأوسط بالضرورة هذه الاضطرابات ثغرة كبيرة، فاستطاعت أن تدخل من خلالها وتعيد تواجد لها في المنطقة كان قد انحسر منذ فترة طويلة جدا. لا أخفيك، على سبيل المثال أنا عندما ذهبت إلى روسيا في العام 2017 فيما يتعلق ب يعني إمكانية استضافة روسيا لمحادثات السلام، حقيقة هم تحدثوا مع الجانب السعودي، هم عرضوا عليهم أكثر من شيء، ما يعني كانوا يقولون لهم بالواضح ما يعني لم تعطيه لكم الولايات المتحدة، نحن مستعدين أن نحن ننفتح عليكم بشكل أكبر. ومن هذا المنطلق انت تحاولي ان 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 تفهمي العلاقه مع الملف اليمني. طبعا المجتمع الدولي بشكل عام منذ العام 2015 اعطى الملف اليمني الى المملكه العربيه السعوديه. هناك مشكله بعدم قدره المملكه العربيه السعوديه بحسم الملفات على الميدان وعدم التصرف يعني خلينا نعتبرها بقياده كافيه وفاعليه كافيه عندما تصطدم المصالح مع المصالح المجاورة. والدليل ما يحدث الآن من تخبط فيما يتعلق بعلاقتها مع الإمارات، هل هم على نفس الخط ليسوا على نفس الخط،
ما وضعها مع الشرعية، وللأسف واضح أن هناك اختراق كبير من قبل كتاب كثير أصبحوا يغردوا ويكتبوا في الفلك، في فلك الإمارات، يعني متجاهلين حتى المصالح الاستراتيجية والقومية للمملكة العربية السعودية. نعم، إذن نعم، نعم. لو سألتك يعني كيف يمكن استغلال هذا التقارب الروسي نحو القضية اليمنية، استلامها لرئاسة مجلس الأمن، كل ذلك كيف يمكن للشرعية أن تلتقط هذه النقاط وتحولها لصالحها؟ تستطيع الولايات المتحدة إذا رفضت أنها مثلا على سبيل المثال أن تستجيب لطلب الحكومة اليمنية بعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، بإمكانها أنها تستفيد من علاقتها مع روسيا. روسيا إذا وجدت أن الولايات المتحدة متأخرة في ملف من الملفات، ربما أنك تستطيع أنك تقنعهم أنهم سيلعبوا دور يعني بالنسبة لهم يكون إيجابي وفاعل أكثر من الولايات المتحدة. عقد جلسة في مجلس الأمن فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة هذه مهمة للغاية. الإشكالية الوحيدة طبعا التي ستواجه الحكومة أنه عندما دعت الآن مثلا على سبيل المثال في الفترة الأخيرة طلبت المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة عدم دعوة أي جلسة حتى تتمكن هي من لملمة الوضع بينها وبين حلفائها. وهذه المشكلة ستصطدم بها الحكومة اليمنية يعني عاجلا أم آجلا. الملف اليمني إشكاليته أنه كلما تأخر كلما يعني نفتح المجال لمزيد من التعقيد. والحوادث الأخيرة الآن نحن لم نعد نتحدث فقط عن انقلاب الحوثيين، نحن نتحدث الآن عن انقلاب داخل الانقلاب. ونتمنى أن الحكومة اليمنية تستطيع أن تتصرف بالأوراق الدبلوماسية والسياسية المتاحة بالشكل المناسب، وعلى الأقل إذا لم تستطع يعني لا ال 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 الأهم أنها تخرج وتصارح الناس وتقول هذا هو الموقف الذي حصل فيما يتعلق بوضع عدن، هو التالي، وفي الأخير تلجأ للشعب اليمني أنه هو من يلتف حول قيادته، وربما نعم. تكون هذا هو الحل، أن يتقدم الشارع وتحاول الشرعية أن تلحق بالشارع بدلا من أن ننتظر أن يعني أن تخطو الشرعية الخطوة الأولى ثم يلتف حولها الناس. إذن شكرا جزيلا لك البرا شيبان، الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر سكايب. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.